تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من قضايا تشريعية. نناقش في هذه الحلقة موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون يغلظ العقوبة فيما يتعلق بالتعرض للغير أو التحرش الجنسي لتتحول إلى جناية بدلا من جنحة. من المقرر طرح المشروع في جلسة قادمة للنقاش العام. يهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي من خلال تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة تصل من 2 إلى 4 سنوات، مع غرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 200,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. نحن في هذه الحلقة نناقش هذه القضية، ولعلنا في هذه الحلقة نتعرف على ما هو السلوك الذي يعد تحرشا جنسيا، سواء كان سلوكا ملموسا أو لفظا أو حركات أو إيماءات. سنتعرف على ذلك أيضا، ما العقوبات تحديدا وما الهدف من تغليظ هذه العقوبات، وكيف يمكن حل المشكلة ومواجهتها من الناحية الدينية ومن الناحية المجتمعية. هذه الأسئلة وغيرها بالطبع نحاول أن نجيب عليها في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. ومعنا في الاستوديو ضيفنا الكريم معالي الدكتور محمد سعيد مدين، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور علي، وأهلا بالسادة المشاهدين كلهم. دكتور، اسمح لنا نتابع تقريرا مبدئيا حول الموضوع مع المشاهدين، ثم نبدأ النقاش ونشوف مع حضراتكم هذا التقرير. النواب المصري يقر مشروع قانون يغلظ العقوبات على التعرض للغير والتحرش الجنسي لتتحول إلى جناية بدلا من جنحة. مشروع القانون قدمه حزب مستقبل وطن الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان، ومن المقرر طرحه للتصويت خلال جلسة عامة للبرلمان. ويشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات، وينص على ألا تقل العقوبات عن الحبس 2 ولا تتجاوز 4 سنوات، مع غرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بهذه الأمور، أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية أو وسيلة تقنية. وفي حال تكرر الفعل من الجاني تتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500,000 جنيه إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليها، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، أو كان الجاني ممن طبق عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون. تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300,000 جنيه ولا تزيد على 500,000 جنيه. والمادة 267 من قانون العقوبات تنص على أنه من تعرض لأنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة. بعد ما شفنا هذا التقرير أعود إلى ضيفي الكريم الدكتور محمد سعيد مدين. دكتور، كيف ترى موافقة اللجنة التشريعية في مجلس النواب على تغليظ العقوبة على مسألة التعرض أو التحرش الجنسي بالغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو تم زيادة العقوبة في جنايات التحرش أو في موضوع التحرش عامة بعد أكتر من مطلب، سواء من كافة الفئات الموجودة في المجتمع، لأن كان آخر مرة تم فيها تعديل القانون العقوبات بخصوص مواد التحرش كان في سنة 2014، وكانت العقوبة ابتداء من 6 شهور وقد تصل للحد الأقصى لها ل2 سنين. فبعد ما موضوع التحرش زاد كتير بنسبه كبيره جدا في البلد، او يعني بالذات من الفئه العمريه الشابه، طالبت جهات كتير جدا وخصوصا الجهات المطالبه بحقوق المراه ان يتم زياده عقوبه التحرش. فبقت عقوبه التحرش زي ما تم التعديل اللي هيتوافق عليه لسه من مجلس النواب ويتم عرضه على السيد رئيس الجمهوريه، هيبقى الحد الادنى الحبس لمده لا تقل عن 2 سنين وقد تصل ل4 سنين. ده مجرد التحرش اللفظي، يعني بمجرد ان انت تقول لواحده كلمه لفظيه فيها اساءه للتحرش او فيها نوع من انواع التحرش تصل ل4 سنين، والغرامه قد تصل من 100,000 لحد 200,000. نيجي لاكتر بقى من التحرش اللفظي، وصلنا للتحرش بالايحاءات، او وصلنا ان بقى في تلامس او في تلامس جسدي ما بين المجني عليها وما بين المتحرش نفسه. العقوبه قد تصل من 3 سنين ل5 سنين وبغرامه من 100,000 جنيه لحد 300,000 جنيه. ليه؟ احنا بنشدد العقوبه لمواجهه الفعل نفسه او لمواجهه الزياده في الفعل، لان احنا كل مدى او كل سنه الفعل نفسه بيبدا يزيد، لان احنا عندنا طبقا لاخر البحوث من المركز القومي للمراه اللي كان اتعمل في 2008 ان نسبه 99.2% من السيدات المصريه على الاقل بيتعرضوا للتحرش مره في الاسبوع، ونسبه 48% منهم بتتعرض للتحرش يوميا. فإن التحرش ده يزيد بالطريقة دي من 2008 وإحنا دلوقتي في 2021، فالتحرش كده معنى كده إن هو زاد عن 100%، إن مفيش دلوقتي ست أو امرأة أو يعني أي أنثى موجودة ما بتتعرضش للتحرش. وبعدين القانون نفسه ما فرقليش في التحرش بين الرجل والمرأة، عشان بس الجزئية دي نوضحها يعني للسادة المشاهدين. يعني لو راجل أو شاب أو راجل تحرش بسيدة، أو العكس، سيدة تحرشت برجل، سيدة تحرشت برجل، أو رجل نفسه تحرش برجل، أو رجل تحرش برجل، أو امرأة تحرشت بامرأة. كل دي بتندرج تحت بند التحرش، المادة 306 مقرر ألف، والمادة 306 مقرر ب. نص إن التحرش عامة للكل، لأن القانون لا يفرق بين الرجل والمرأة، لا يفرق بين الكبير والصغير، القانون ما فيش فيه تفرقة، الكل سواسية أمام القانون. طب دكتور، هو النص في التقرير اللي قدامي، أنا ما شفتش النص الأصلي، بيقول لك تغليظ العقوبات على التعرض للغير والتحرش الجنسي. التعرض للغير مقصود به هنا برضو شيء استكمال في مسألة التحرش الجنسي، ولا مجرد التعرض في الشارع لواحد بهدف إيذائه أو ضربه أو خلافه؟ لا، التعرض هنا نفهم النص التعرض للغير ده إزاي؟ التعرض للغير يعني واحدة مثلا دلوقتي أنثى ماشية في الشارع، يجي شاب من الشباب اللي موجودة يمشي وراها أو يقف لها في الشارع قدامها عشان يتحرش بها جنسيا، سواء لفظيا أو سواء جسديا. هنا المقصود بيها التحرش، او المقصود بيها الاعتداء، تعرض بهدف التحرش، مش بهدف اي حاجه ثانيه، مش بهدف حاجه ثانيه. لو بهدف الايذاء ده هيندرج في حته ثانيه خالص، عقوبه ثانيه بالظبط، هيندرج تحت عقوبه ثانيه. لكن بهدف ان انت بتتحرش، وبالعكس ده كمان بيزود العقوبه، ده بيخلي العقوبه تصل لحد 5 سنين بسبب ان انت مجرد تعرضك ليها في الشارع عشان تقوم بالتحرش بيها، سواء باي ايحاءات كلاميه او بايحاءات جنسيه او بايماءات حتى، ده من غير تلامس، ده بيندرج فيه لحد 5 سنين حبس. دكتور، طب هو سهل الإثبات في عملية التحرش دي، سواء باللفظ أو القول أو الفعل، إثباتها ممكنة وسهلة؟ أنت تعرف إن الناس دايما بتبقى عندها شوية حرج في المسائل دي شوية. والله طرق الإثبات دلوقتي بقت أكتر مما يمكن، يعني لو واحدة ماشية في الشارع وحابة تثبت إن في واحد تحرش بها لفظيا أو جسديا أو أيا كان نوع التحرش، الناس اللي موجودة نفسهم في الشارع يمكن الاستدلال بيهم كشهود. هنقول طب الموضوع ما تمش في الشارع، الموضوع مثلا تم على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى في التليفون نفسه. دلوقتي المكالمات الصوتية نفسها اللي بين الأطراف التسجيل بتاعها ما بقاش غير قانوني زي الأول. دلوقتي يمكن الاستدلال بالمكالمات المسجلة على التليفون كأحد الاستدلالات على وجود تحرش. يعني في ناس دلوقتي ممكن تلاقيه بيتصل من أرقام عشوائية على أي رقم يجي قدامه، لو لقى إن هي أنثى بيتحرش بها لفظيا بأبشع الألفاظ وبكافة الطرق. فيمكن فمن الممكن إن هي لو هي عندها تسجيل مكالمات إن هي بالمكالمة المسجلة دي إن هي ترفع عليه قضية تحرش. هنقول لو على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، اي مسج بين الطرفين او اي رساله بين الاطراف نفسهم دي لو فيها الفاظ خارجه او الفاظ خادشه للحياء نفسه ممكن ان هي تستدل بيها، ودليل كاثبات ودليل قوي كمان على الاستدلال ان هو تم التحرش بيها. برضه بنقول سواء للراجل او للست، مش للست لوحدها ولا للراجل لوحده. طيب الناس شفت كده على السوشيال ميديا لما استقبلوا مساله المناقشه دي وتغليظ العقوبه، متخوفين من إساءة الاستخدام. إيه احتمالية إساءة الاستخدام؟ مثلا أن حد واحدة يعني أو واحد يعني يسيء استخدام المسألة دي من أجل الانتقام من شخص معين أو إن هو يضغط عليه لشيء معين. والله بيتم بقى ليها مواضيع تانية كتير من ضمنها إن ممكن النيابة العامة إن هي نفسها تطلب عمل تحريات حوالين واقعة التحرش نفسها أيا كان الواقعة إيه، هل كان الواقعة في الشارع، الواقع على وسيلة من التواصل اللاسلكي أو الغير لاسلكي أو وسيلة من التواصل الاجتماعي، معرفة العلاقة بين الطرفين إيه، يعني لو في علاقة مثلا تربطني بدكتور علي هيبقى الموضوع مختلف عن علاقة تربطني بواحد أو أنا معرفش واحد، يعني واحد غريب في الشارع وقال إن أنا اتحرشت بيه أو إن تم التحرش بيا، هيبقى الموضوع مختلف. مدى المعرفة نفسه هيقول هل في مجال فعلا لوقوع التحرش ولا لأ. طب هو النص القانون عمل عقوبة في حالة الادعاء أو البلاغ الكاذب، يعني عمل عقوبة على المدعي كذبا، لأن هنا اللي هيقع عليه المسألة لو ثبتت في حقه بالحق أو بالباطل هياخد عقوبة شديدة، حبس 4 سنين أو غرامة من 100 ل 200 ألف، ودي برضو عقوبة شديدة. طبعا بيتم فيها دعوى البلاغ الكاذب، انت ممكن توصل فيها للحبس ان انت تحبس من ادعى عليك كذبا وتدعى عليه بالحق المدني باي تعويض انت تراه مناسب لدرء الضرر اللي وقع عليك. يعني انا دلوقتي حد بل عليا مثلا او قال زورا ان انا اتحرشت بيه ولم يثبت في الاخر ان التحرش ده تم وثبت ان ده تم كيدي، بروح اعمل محضر في الاسم ان انا في دعوى بلاغ كاذب وبرفع قدام المحاكم المدنيه دعوى بالتقدير اللي انا شايف ان انا مناسب لدرء الضرر اللي وقع عليا، سواء من الناحيه الادبيه او من ناحيه او من كافه النواحي عامه. من حقي ان انا اطالب بدعوى البلاغ الكاذب وان يتم الحكم على الشخص من ادعى كاذبا عشان ما يبقاش فيه اساءه استخدام الحق، لان زي ما في حق زي ما في الاساءه في الاستخدام ليه. طيب عبارات المديح والغزل العفيف اللي كنا يعني بنسمعها في كل مكان، يعني واحد يقول لزميلته في الشغل ايه الشياكه ده، ايه الجمال ده، ايه التسريحه الحلوه دي، حاجات عفيفه يعني ما وليست جارحه، دي تندرج ساعتها لو هو قلبت زميلته وواحد قلبها او حد يعني عمل مشكله كيديه فيه، هل ممكن يعني توقعوا الحكايه دي؟ والله دي بيبقى فيها سلطه تقديريه لجهه التحقيق نفسها، يعني ممكن انا وحضرتك زمايل في الشغل، حضرتك مثلا مدحتني في مشكله بيني وبين حضرتك، فانا ممكن استغل المديح ده كأن انا ارفع عليك قضيه تحرش. هنا بيبقى في سلطه تقديريه لجهه التحقيق نفسها، معرفه بيننا وبين بعض وان احنا زمايل في الشغل، مع ان الكلام اللي اتقال كلام يعتبر او يندرج تحت الغزل العفيف، فهنا ما بيبقاش فيها تحرش. ده عكس ان مثلا رئيس في الشغل او مدرس في مدرسه او حد ليه سلطه على حد اقل منه ان هو يتحرش بيه لفظيا او ان هو يمارس سلطته عليه لاستخدامها للتحرش، دي ده فعل بيضاعف العقوبه، بدل ما هي 2 سنين بيوصلها لحد 7 سنين. اي شخص ممن يندرج تحت بند الماده 267 من الباب الرابع من قانون العقوبات، اي حد رئيس في الشغل، رئيس في المدرسه، حتى الاقارب نفسهم، ان استخدم سلطته عشان يمارس التحرش الجنسي ده بيضاعف العقوبه كتير جدا. وفي نفس الوقت لو في اكتر من شخصين مارسوا موضوع التحرش بتوصل برضه ل7 سنين وبغرامه من 300,000 لحد 500,000 جنيه. فاحنا كل مدى كل ما بنشدد العقوبه كل ما بنحاول نخلي الفعل نفسه يقل. طب حضرتك ضربت مثال بانه المدير في العمل سواء قطاع خاص او قطاع عام بتتغلظ العقوبه لانه هو هنا سلطه عليا. احيانا يحدث العكس، الموظف او الموظفه تدعي على المدير من اجل ان هي تحصل على ترقيه، على نقله معينه جميله افضل، على مرتب اعلى، على ميزه معينه وهو مش من حقها، فهنا بقى هتصطدله او هيتم التعامل مع المساله دي ازاي؟ الكلام الشفوي نفسه كدليل على فعل التحرش او وجود التحرش مش دليل. يعني مجرد قالت المجني عليها نفسها او المجني عليها او ايا كان ان انا تم التحرش بيا من قبل فلان او من قبل فلان، ليس دليل، ليس دليل ما لم يعضد بدليل من ادله الثبوت اللي احنا قلنا عليها، سواء بشهاده الشهود، سواء لو يبقى الادله الثبوت في التحرش شهاده الشهود، لو في مكالمات لو في رسائل نصيه او في محادثات بينهم على وسيله من التواصل الاجتماعي، بيتم برضو الاستدلال بيها كدليل على حدوث التحرش او على وجود واقع بالفعل، لكن مجرد الكلام الشفوي نفسه لا يعتد بيه كاحد ادله الثبوت، والا ما كانش في حد ما راحش اتبلع على حد وقال انا تم التحرش بيا. طب في فتره الخطوبه ما بين الشاب والفتاه بيتكلموا كتير وممكن يعني يسرحوا في الكلام، وبالتالي مما يندرج عليه عقوبة التحرش بعد لو هم مش هيكملوا في الجوازة او قلبوا زعلوا مع بعض، حماها حماتهم غلطوا فيهم، طب والله لا ادعي عليه، طب مع والله لا اجيبه. فهيتم التعامل ازاي في المسائل دي؟ بيتم التعامل على حسب سياق النص نفسه. يعني انا كمحادثه بيني مثلا وبين خطيبتي هي خدت جزء من المحادثه وراحت قالت بيه ان انا وقع عليا تحرش منه. ايوه، انا كطرف تاني او كطرف المفروض ان انا مدعي عليا بروح اقدم المحادثه كامله بيني وبينها. افرض انه كان حسن النيه وما كانش بيسجل، هو راخر المحادثات. بيتم بقى كده لازم نقول له جميع الاطراف، هنقول هنخلي الناس تسجل لبعض، مش معقوله يعني. ما هو مش موضوع ان احنا هنخلي الناس نسجل لبعض، هو الموضوع ان الامان دلوقتي ما بقاش موجود بين الناس زي زمان. صحيح. افعال التحرش بدات تزيد لدرجه ان ممكن لو واحد بيتحرش بواحده في الشارع والناس شافوه ما حدش بيلقي بالا باللي اتقال، الناس بتقول لك ده تحرش، ده مجرد تحرش، ده كلام. هل شركات الاتصالات هنا من الممكن ان تساعد في تقديم الادله؟ يعني بيبقى عندها اكيد نسخ من المحادثات لا، هي شركات الاتصالات بيبقى عندها نسخ من المكالمات نفسها. ان في مكالمات صادره وارده بيني وبين حضرتك، انما لكن تسجيل المكالمات نفسه لا، بدون اذن قضائي او بدون اذن من النيابه العامه. ما هو هيوصل لإذن، قضائي لما واحد وخطيبته يختلف وترجع هتوديهم في مصيبه. هو كان حسن النيه هيسجل فيما قدام، لكن ما يقدرش يسجل اللي ورا، اللي عدى خلاص، ما يجوز اثباته ان احنا مش هنقدر نرجع له. لكن هم ما بيسجلوش الا بناء على اذن من النيابه او بناء على اذن من السلطه المختصه للقادم. بالظبط، لكن اللي فائت لا خلاص. فبنسبه طبيعه العلاقه بيننا وبين بعض، يعني انا هثبت ان هي كانت خطيبتي، استدل بقى على ايا كان ايه طرق الاستدلال اللي انا استدل بيها على كده، وان ده جزء من الحديث المتواتر بيني وبينها، ان هي خطيبتي وان انا بغازلها غزل عفيف، زيها زي واحد وواحده هيتجوزوا وخلاص والامور كلها تمام ويتكلموا في كل حاجه، ولكن حصل خلاف في اخر لحظه وسابوا بعض، وهو وعايزين ياخدوا بقى يخلصوا، هو ياخد هداياه هي تاخد هداياها، ما اختلفوا. وهل يجوز لها برضه تاخد النصوص دي وتروح تعمل بها مشكله؟ هتعمل بها المشكله، انا هرد عليها في الاخر بدعوى البلاغ الكاذب. لان الكلام ده كلام معتاد بيني وبينها، طالما في اعتياد على الكلام ده بيني او بين المجني عليه وبين المتهم نفسه او بين المدعي عليه، طالما في اعتياد على الكلام ده خلاص ما بيبقاش فيه هنا جريمه. لكن الجريمه ان يكون الكلام ده بدون رضا. اهم حاجه في الموضوع ركن الرضا، يعني انا ممكن اعاكس واحده، يعني في حاله الرضا، خلاص لا يعتد ان هو كتحرش، ما يبقاش يعني في جريمه تحرش عندي. اذا استطاع ان يثبت الطرف الاخر المدعى عليه، سواء ست او راجل، ما التحرش ممكن يصدر من هنا او من هنا، بالفعل انه كان في رضا خلاص. طالما في عنصر الرضا نفسه خلاص ما بيبقاش في جريمه تحرش، هو اساس قيام جريمه التحرش عنصر الرضا. هنا ما فيش عنصر رضا يبقى في قيام جريمه التحرش. هو كان ساعتها في رضا، بس بعد كده بيحصل الاختلاف، بعد كده خلاص بقى انا ماليش دعوه، بعد كده ماليش دعوه بوقت ارتكاب الفعل، حال ارتكاب الفعل بالظبط. لكن بعد كده ايه اللي تم؟ يعني ما اجيش مثلا النهارده عكست خطيبتي او ان انا قلت لها كلام من قبيل الغزل العفيف وان الدنيا بالنسبه لنا كانت كويسه، واجي ان احنا تاني يوم نتخانق، تروح تقول لي انا هروح اقدم فيك دعوه تحرش او هروح اقول ان انت اتحرشت عليا. العبره بوقت وقوع الفعل نفسه. طيب احنا اسمح لنا نتوقف، لان معانا سياده المستشاره فاتن عريف، امين عام مؤسسه المراه العربيه. برحب بحضرتك يا سياده المستشاره. برحب بحضرتك، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك شفتي مشروع قانون هو لسه لم يقر بشكله النهائي بتغليظ العقوبة على التعرض للغير بهدف التحرش الجنسي؟ اولا طبعا انا بشكر حضرتك على اتاحة الفرصة ليا ان انا ادخل حضرتك في مداخلة في الوقت الحالي، لان انا سمعت دلوقتي يعني الرأي انا الزميل اللي هو موجود الدكتور محمد سعيد مدين، تمام كده اهوت، على ان عقوبه التحرش هي حضرتك من احد اشكال العنف اللي بيقع ضد المراه او بيقع حضرتك ضد المجتمع. نعم. وانا بعتبر التحرش هو آفه اجتماعيه وليس آفه فرديه، لان الآفة الاجتماعية بتأثر تأثير مباشر على تكوين المجتمع. نعم. ازاي ان انا اخلي المجتمع امن وان هو يعيش في امان، وان اي حد ممكن يمشي في الشارع بارتياحية لان الشارع متاح للجميع، ولكن مش انا كشخص اللي متاحة للجميع، ولا مفهوم حضرتك المتحرش. التحرش هو حضرتك من اكتر الامراض الاجتماعية اللي لها تأثير نفسي وتأثير بدني واجتماعي على المتحرش به. انا عايزه اقول لحضرتك ان عندي قضايا عده لفتيات تعرضنا للتحرش، عندهم حاله نفسيه ان هم مش عايزين ينزلوا الشارع تاني، لان ما بقاش عندهم حته الامان على ان الشارع ان هو ممكن يحتويهم او هم ممكن يمارسوا حياتهم بشكل عادي. اذا قضيه التحرش او حضرتك جريمه التحرش هي جريمه اخلاقيه لابد ان يتم يعني عقوبه عليها ورادعه حتى تكون عبره للاخرين، وان جسمي مش مستباح او نفسي مش مستباحه لاي حد اخر، لان حريتك بتقف عند حريه الاخرين. نعم. طب حضرتك بتعالجوا الناس اللي او البنات اللي تعرضن للايذاء او العنف الجنسي ده في الشارع اللي اهتزت شخصيتهم، بتعالجوه ازاي؟ حضرتك اولا ان في عده انواع من التحرش، هو حضرتك مش التحرش الجنسي ولكن هناك عده انواع من التحرش، في حضرتك التحرش عن طريق نظرات العين، في حضرتك تحرش عن طريق اللمس، في تحرش حضرتك عن طريق الكلام، في تحرش عن طريق ان هو بيبعت لحضرتك صور اباحيه او فيديوهات اباحيه عن طريق حضرتك التكنولوجيا الحديثه. نعم. حضرتك بتظهر يعني اسهل انواع التحرش عشان خاطر انا اثبته، هو طبعا اللي بيتم عن طريق التكنولوجيا الحديثه لان هو مثبت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق وسائل على الفيسبوك، على اي انواع من الانواع حضرتك الالكترونيات المتاحه في الوقت الحالي. طب. اما حضرتك اللي بتتعرض للتحرش الجنسي هنا بقى حضرتك ما تبقاش العقوبه اسمها عقوبه التحرش، لان اي حضرتك لمس الاعضاء خاصه بالفتاه هو حضرتك يعتبر هو مش تحرش ولكن هو هتك ارض، وهناك شتان ما بين التوصيف القانوني ما بين التحرش وما بين هتك الارض. طب من خلال تجاربكم في المؤسسه، مؤسسه المراه العربيه والافريقيه، يعني هل لكم مطالب معينه في التشريع القادم اللي يحول العقوبه من جنحه الى جنايه وغلظها من 2 ل4 سنين وتزيد في حاله لو كان رئيس للمجني عليها، ولا ايه رأي حضرتك؟ اولا مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير جدا حضرتك في هذه القضيه، لان احنا بنشتغل حضرتك ميداني، بنشتغل على الارض، فبنشوف وقعت هذه الجريمه على الفتيات شكلها ايه. دي اول حاجه. تاني حاجه حضرتك عقوبه التحرش احنا تم تحويلها من جنحه الى حضرتك الى جنايه. جنايه. والجنحه حضرتك هي اقل حاجه اللي هو من يوم لغايه 3 سنوات، واما الجنايه حضرتك هي من 3 سنوات حبس لمدة 20 سنة. إذا حضرتك ده بيوضح لك مدى الخطورة ليه بالنسبة للمتحرش، لأن المتحرش للأسف هو ما بيوقفش حضرتك عند ليميت معين، يعني هو ممكن يبتدي حضرتك بالكلام ثم يبتدي باللمس ثم يبتدي في اماكن حساسه بالنسبه للفتاه، ثم ترد له فكره الاغتصاب، وبعد الاغتصاب ترد له فكره القتل، لان هو عايز يتخلص من الضحيه المفروض اللي هي شاهده عليه. فاذا التحرش هو آفة مجتمعيه زي ما قلت حضرتك في البدايه. نعم. دور مؤسسات المجتمع المدني هو دور كبير جدا، لانه دور حضرتك مؤثر، لان هو لصيق بالمواطن وبمشاكل المواطن الحقيقيه. واحنا بنشوف حضرتك قضايا عده بالنسبه للفتيات اللي تعرضنا للتحرش على مدى الالم النفسي اللي بيتعرض لها، يعني ممكن حضرتك تتخلص من الالم البدني ولكن الالم النفسي يفضل متواصل معاها الى امد الظهر. انا بشكر سيادتك شكرا جزيلا الاستاذه فاتن عريف، امين عام مؤسسه المراه العربيه الافريقيه، وبعود الى ضيفي الكريم دكتور محمد سعيد مدين. دكتور، الالفاظ اللي ما بتعجبناش كلنا في الشارع اللي بنسمعها من بعض الشباب بيشتم زميله بشتايم جنسية، يعني ويشتم واحدة ست أو بنت ماشية في الشارع، دي تدخل في إطار التحرش وتستاهل العقوبة، لأن الحقيقة دي حاجة بتضايق. طبعا ده من أكتر الحاجات اللي هي لازم يبقى فيها عقوبة. ليه بقى؟ دي منتشرة قوي، ده هي دي الأكتر انتشارا. ليه بقى احنا بالحاجات الجنسية؟ ليه الموضوع ده لازم بالذات يبقى يعني العقوبة فيه أشد مما يكون؟ لأن هو الموضوع كله بيبدأ من هنا. أيوه، تجرؤ، دي البداية. احنا عندنا ثقافة في الشعب المصري أو طلعنا عليها عامة، يقول لك الراجل ما بيعيبوش حاجة. بالعكس، الراجل يعيبه أخلاقه، يعيبه احترامه لنفسه ولذاته ولكل الناس المحيطين بيه. أنت حر ما لم تضر. لما بنيجي بيبقى في سلبيه في الشارع، لما انا الاقي واحد قال قدامي لفظ او واحد عاكس واحده يشتم زميله بشتائم مش كويسه قوي، مش كويسه خالص، المفروض ان كل الموجودين في الشارع ينهروه على الفعل اللي هو عمله بالزبط. لكن السلبيه اللي موجوده عندنا هي اللي خلت بقى الفعل ده حلو، بقى الفعل ده شغال معاه، هو ده زي السيجاره بالنسبه للمخدرات، دي البدايه، دي الشعله. وبعدين احنا بنتكلم في موضوع التحرش، موضوع التحرش موجود من قديم الازل، ده موجود من ايام الفراعنه، لكن هو زاد شويه. ايه اسباب زيادته يعني؟ اسباب زيادته اسباب كتير قوي، اهمهم ان بقى في انفتاح زياده عن اللزوم، الانترنت بقى بالظبط. الانترنت سلاح ذو حدين، يا اما تستخدمه لحاجه تفيدك يا اما تستخدمه لحاجه تضرك. احنا بنشوف الغرب بيعملوا ايه واحنا بنحاول نقلدهم تقليد اعمى من غير ما نعرف هم بيعملوا ايه ولا ايه الاسباب اللي عندهم او ايه الطرق اللي عندهم. يعني جريمه زي جريمه التحرش الجنسي عندهم من افظع الجرائم، دي الجريمه دي ان ثبتت على شخص بيتم اساءه سمعته مدى الحياه، لا يتم قبوله في وظيفه، محدش بيجوزه، بيبقى ليك غير بقى موضوع السجن. موضوع السجن فيها ممكن يوصل لحد السجن المؤبد مدى الحياه 20 سنه و25 سنه، ليه؟ لمجرد التحرش الجنسي. عشان كده نادرا او قلما لما بنلاقي عندهم قضايا في قضايا التحرش الجنسي، لكن احنا هنا عندنا يقول لك ما هي كده كده بعد ما عاكسها مش هتروح تقول حاجه. عشان كده احنا السنه اللي فاتت طلع قانون من مجلس النواب بان هيبقى في بيانات المجني عليها في قضايا التحرش وقضايا الاغتصاب والقضايا اللي من ذات النوعيه، هيبقى في تغطيه لبياناتهم، مش هيتم التعرف مين هي المجني عليها. صحيح. طب اذا تحول التحرش الى اغتصاب، العقوبه هتكون هنا ايه؟ حكايه 2 ل4 سنين دي هتبقى تعتبر كافيه؟ دي لا طبعا. التحرش يتحول لاغتصاب، احنا كده دخلنا في بند هتك العرض. هتك العرض ده اذا كان بدون رضا بيوصل من السجن المؤبد ويصل لحد الاعدام. اذا كانت كمان اقل من 18 سنه بيصل لحد الاعدام، حتى لو في رضا. ركن الرضا مش في كل الاوقات، لان لسه طفل. بالظبط، ان هي لسه ما بلغتش ال 18. وحتى لو في رضا يعاقب عليه بالاعدام برضه، واذا كان اكتر من شخص وتم. طب ولو من المعاقين، عشان بيتم التعدي عليهم كتير او يعني احيانا، مش هنقول كتير يعني، زيهم زي الاشخاص الطبيعيه. احنا قلنا سواء ذكر او بنت. بالظبط، احنا قلنا القانون ما بيفرقش بين راجل وبين ست، بين شاب وبين فتاه، بس المعاق مصلوب الاراده. تمام، ما هو حسب نوع الإعاقة. يعني أنا لو هنجيب مثلا واحد عنده، ربنا يشفي طبعا كل المرضى يا رب، واحد عنده شلل تام ما بيقدرش يتحرك، غير واحد مثلا قعيد. الإعاقات الذهنية، الإعاقات الذهنية دي ده فعل مشدد فيها، بيصل برضه لحد السجن المؤبد ولحد الإعدام. طالما الإرادة مسلوبة أو طالما في سلب للإرادة نفسها، سواء بقى طريقة السلب نفسها كانت طبيعية أو طريقة السلب عن طريق مواد اصطناعية، زي ممكن حد يحط لحد مثلا في عصير ويحط له منوم ويتم الاعتداء عليه، ده يعني اعدام، يعني دي بتصل لحد الاعدام. فانا لو من مكاني هذا، لو هطالب المجلس التشريعي، هطالب ان هم يزودوا العقوبه عن كده كمان، يزودوا عن، يخلوا الحد الادنى بدل ما هو سنتين. ما انتش خايف من اللي تخوف منه الناس حكايه الادعاءات دي؟ ما انتش خايف منها؟ لا، الادعاءات لا، هيسهل يعني، سهل على اي حد ان هو يدعي، بس صعب عليه ان هو يثبت. الاثبات هيبقى صعب. بالظبط. فلما انت فما تخافش من حته الادعاء دي. لما انت تروح تدعي عليا زورا وتلاقي ان انا رديت عليك الادعاء بدعوى بلاغ كاذب وان انت خدت عقابك، هيبقى بعد كده الادعاء بالنسبه للناس صعب. طول ما مفيش اثبات وطول ما انت بتدعي عليا زور، هيبقى بالنسبه لك الوضع صعب، لان انت عارف ان انا هقدر اخد مني حق، هاخد حق منك بالقانون. زي ما انت رحت ادعيت عليا بالقانون زورا، انا هقدر استرد حقي منك بالقانون برضه. نعم. طيب ايه دور المؤسسات المختلفة لمواجهة هذه الظاهرة؟ علشان احنا بنتكلم انها زادت والتغليظ جاي عشان انها بتزيد. تمام، ازاي نقللها تاني ونحجمها في اقل نطاق؟ والله دي بقى محتاجة التوعية للشباب وللبنات. التوعية، احنا معظم الشباب دلوقتي بياخد حجة على موضوع التحرش، يقول لك لبس الفتاة. لا، لبس الفتاة عمره ما كان مبرر للتحرش، الغاية لا تبرر الوسيلة. احنا لحد خمسينيات وستينيات القرن الماضي كان معظم اللبس الموجود او المنتشر في مصر الفساتين القصيرة، الدريسات، الجيب اللي فوق الركبة، وما كانش فيه نسبة تحرش موجودة. الفكرة في الاخلاق نفسها، انعدام الاخلاق لدى الجيل الجديد اللي طالع بسبب الثقافة اللي هم طالعين عليها، بسبب الأفلام اللي بيشوفوها، بسبب مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيستخدموا أو اللي بيسيئوا استخدامها، فكل ده بيأثر على الأخلاق وبيعمل انحدار في الأخلاق. السلبية نفسها اللي بقت موجودة عند أي حد في المجتمع، إن هو ينهي عن الفعل ده، أو إن هم لما يشوف واحد بيعاكس واحدة أو العكس برضه، ما بينهارش اللي عمل الفعل ده، بالعكس ده انت المفروض تنهاره، ده انت بتروح مع المجني عليها او المجني عليه نفسه وتصطحبه لاسم الشرطه وتروحوا كشهود. لما هيبقى في مره واثنين وثلاثه الواقعه دي هتحصل، وان في ايجابيه من الناس، المتحرش هيبطل مره واثنين وثلاثه ان هو يعمل الفعل ده، وهنلاقي ان نسبه التحرش قلت. هي الفكره برضو او الموضوع ما بيتعلقش بكبر العقوبه او بشده العقوبه وبقلتها، قد ما هو بيتعلق بمدى الوعي عند الناس. كل ما مدى الوعي ومدى الأخلاق بيزيد، كل ما نسب الجرائم نفسها عامة بغض النظر عن جريمة التحرش أو الاغتصاب أو هتك العرض، كل ما الأخلاق بتزيد كل ما نسبة التحرش أو نسبة الجرائم كلها عامة بتقل. لكن احنا مستوى الأخلاق حاليا بقى في انحدار. طب يعني الناس كله بيتكلم النهارده عن دور الأسرة، لأن هي العماد في يعني الأخلاق تتحسن، وإنه يشوف الست أو البنت في الشارع يعتبرها أخته، يعتبرها والدته كده. هو المفروض إن الكلام ده يطلع من الأسرة، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، لأن المجتمع كله مكون من أسر. لما أنا أبقى كأب وأقول لابني ما تعاكسش اللي ماشيه في الشارع دي، اعتبرها زي والدتك، اعتبرها زي اختك، اعتبرها بنتك، هيبدا يبقى في وعي. لكن لما انا الاقي ابني هو مثلا عنده 10 سنين بيعاكس واحده ماشيه في الشارع، اقول ده بسم الله ما شاء الله ده كبر وبقى يعاكس. ده الفعل ده هو اللي بيزود الاقدام على موضوع التحرش، لحد ما بنلاقي موضوع التحرش بيزيد وبيوصل لمرحله الاغتصاب ومرحله هتك العرض بمبرر ايه؟ اصل هي لبسها اللي عامل كده. هل تاخر سن الزواج احد الاسباب؟ والله يا دكتور علي هو ده من أحد أهم الأسباب. أحد أهم الأسباب طبعا، مش موضوع تأخر سن الزواج، موضوع إن الزواج نفسه بقى صعب في ظل الظروف اللي احنا فيها. صعبته بالظبط. يعني كان في أحد الأمثال قال لك قديما سهلوا الحلال فأصبح الحرام صعبا، وحديثا صعبوا الحلال فأصبح الحرام سهلا. احنا دلوقتي لما يبقى يجي شاب لسه في بداية عمره، لسه بيبدأ يكون نفسه، يروح عشان يتجوز يلاقي نفسه محتاج مش اقل من 500 لمليون جنيه عشان يقدر يفتح بيت. انت كيف تطلب مني العفه وانت في حد ذاتك انت نفسك كاسره بتصعب عليها الامر؟ اصل انت عايز تجوز بنتك وعايز تجيب لبنتك زي ما بنت خالتها عملت. طب بنت خالتها مثلا ظروفها كويسه، بننصح الناس ان هم ييسروا في مسائل الزواج، ييسروا في موضوع الزواج، لكن ليس مبررا قطعا. لا لا طبعا مش مبرر. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. احنا ربنا امرنا بغض النظر. انا مش مبرر بالنسبه لي ان انا عشان عاكس اللي ماشيه ولا اصل هي لابسه قصير. طب احنا عندنا او انا مش قادره اتجوز اصل هعمل ايه؟ طيب احنا عندنا نسبه التحرش بالمحجبات وبالمنتقبات نسبة 78%، أكتر من نسبة اللي هم البنات اللي بتبقى بشعرها. يعني اللبس ملوش دعوة، ملوش أي متغير، اللبس ده ملوش دعوة خالص. ده موضوع ثقافة عندنا احنا كشعب. يعني لو واحدة أجنبية ماشية هتلاقي نسبة التحرش بيها أقل مما يمكن لو واحدة ماشية جنبها محجبة. يعني أنت هتعاكس المحجبة بس مش هتعاكس الأجنبية، ليه؟ أنت عارف إن الأجنبية مش هتسكت. انا محجبه ما تتكسف، هو يعني هو معتقد انها هتتكسف ترد عليه. بالظبط. فاحنا عشان كده بقى عندنا قانون حمايه بيانات المجني عليها. فعشان كده احنا بنقول لاي شخص يتم التحرش بيه ايا كان نوع التحرش، سواء تحرش لفظي، تحرش جسدي، تحرش بالايماءات، عشان الموضوع ما يتطورش اكتر من كده نروح نبلغ، مع ضمان ان احنا هيبقى في سريه تامه لبياناتك انت كمجني عليها او حضرتك كمجني عليك. لازم احنا يبقى عندنا ايجابيه، لازم طول ما الفعل مسكوت عنه طول ما الفعل هيبدأ يزيد، طول ما في عندنا إيجابية في اتخاذ رد فعل على كل فعل، طول ما احنا هيبقى عندنا إيجابية إن الفعل ده يقل أو إن الجريمة دي تقل أو إن موضوع التحرش يقل. وبموضوع التحرش قل هتلاقي نسبة كبيرة جدا من الجرائم هتبدأ تقل. فده بيعتمد في الأول وفي الآخر مش على المشرع، ده بيعتمد علينا احنا كالمجتمع، بيعتمد على الأسرة نفسها اللي هي نواة المجتمع. لما تطلع ابنك أو تطلع بنتك على احترام الغير وان انت حر، تربيه مهمه. بالظبط. انت اهم عنصر. يعني انت عايز تطلع بشعب كويس يبقى في تربيه، يبقى في تاهيل من الاسره نفسها، يبقى بدايه التاهيل تبقى من اول ما الراجل والمراه يجتمعوا ان هم هيتجوزوا، يبدا في برامج تدريبيه ليهم، برامج تدريبيه على التربيه نفسها او التربيه السليمه او التنشئه السليمه للاطفال، لان الاطفال دول هم اللي هيبقوا شباب المستقبل، هم اللي هيبنوا البلد، هم اللي هيطلعوا البلد لفوق. لكن طول ما في انحدار للاخلاق، طول ما في انحدار للقيم والعادات، طول ما في سكوت عن رد فعل على الافعال المشينه اللي بتحصل، طول ما الفعل ده بدل ما هو هينزل حتى لو العقوبه وصلت لاعدام. هل حضرتك متوقع انه في الجلسه العامه، هو لسه ما توافقش عليه في الجلسه العامه، هي اللجنه التشريعيه هي اللي وافقت عليه واقترحت التغليظ ده، وافقت عليه. هل بتتوقع ان الجلسه العامه هتوافق على القانون طبقا لما قدم من اللجنه التشريعيه، ولا بترى انها ممكن تعدل فيه؟ لا، توقع يعني، سؤال توقع. سؤال توقع، هو هيتوافق عليه، بس انا لو انا من ضمن الناس اللي موجودين انا هطالب بتشديد العقوبه عن كده. عن كده بالظبط، لان ده بدايه الاغتصاب، ده بدايه هتك العرض، ده بدايه جرائم كتير جدا بتقدم عليها ممكن توصل لحد القتل. زي ما السيده الزميله اللي كانت بتتكلم معانا في المداخله قالت، بيوصل فعلا لحد القتل. فاذا كنا هنغلظ الفعل من بدايته فهنوصل للنهايه بتاعته هنلاقي ان مش هيبقى فيه نهايه. طول ما الفعل نفسه شديد، يعني بدل ما احنا هنخلي الحد الاقصى 7 سنين نخليه 15 سنه، بدل ما الحد الادنى 2 سنين نخليه يبدا من 5 سنين. طول ما انا كمتحرش، طب مش شايف ان التحرش اللفظي العقوبه شديده عليه شويه؟ لا، انا اللي هي 200 من 100,000 ل 200 او من 2 سنين ل 4 سنين، عشان يقول هو بيعتبرها كده، يقول لك انا عشان قلت كلمه اخد 2 سنين حبس. هي بتبدا بكلمه. احنا قلنا ان المخدرات بتبدا بسجاره عاديه، ايوه، فبالتالي جرائم هتك العرض وجرائم الاغتصاب هتبدا بكلمه. لما انا اقول الكلمه دي واقول ان الكلمه دي ملهاش لازمه، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ربما يلقي شخصا كلمه فتهوي به في النار 70 خريفا. لما سيدنا معاذ بن جبل قال له ويكب الناس على ألسنتهم في النار يا رسول الله، على وجوههم في النار بسبب ألسنتهم. طبعا، ولا يكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامه الا حصائد ألسنتهم. الكلمه الكلمه هي اللي عليها كل العوامل، يعني ما يستهونش بالكلمه. لا طبعا، ده انا من رايي ان اكتر عقوبه تبقى موجوده في الكلمه، وهي دي اللي فتحت الطريق لكله. هتبدا بكلمه، هتبدا بعد كده بتعرض، هتبدا بايحاءات، هتبدا بايماءات، هتبدا بعد كده بالتلامس الجسدي، هننتهي في الاخر باغتصاب او بهتك عرض، او ان احنا نوصل لحد الخطف والقتل والاغتصاب. كل ده ليه؟ عشان الكلمه اللي احنا قلناها ولم نلقي لها بالا، وان المجتمع نفسه ما القاش بالا للكلمه دي. نعم. وقال لك ده مجرد كلمه واتقالت. لا، هو الموضوع مش مجرد كلمه، هو الموضوع فعل، وان احنا محتاجين عليه رد فعل. موضوع ان الفعل ده مجرم، يبقى احنا لازم الفعل ده كلنا كمجتمع نجرمه. هو المشرع عباره عن ايه؟ المشرع عباره عن الناس هي اللي بتمثلنا. لما الناس اللي بتمثلنا تقول كده، يبقى احنا كنفسنا شعب نقول ايه؟ ده بالعكس، احنا اللي ننادي ان موضوع التحرش يقضى عليه، او ان احنا نزود العقوبه. انا كل واحد فينا لما يلاقي ان الفعل قدامه تم ويبقى فيه ايجابيه منه في الرد على الفعل، هيبدا كل واحد فينا يخلي باله من نفسه، يخلي نعم. باله من الكلمه اللي هيقولها. في نهايه هذه الحلقه انا بشكر ضيفي الكريم الدكتور محمد سعيد مدين، استاذ القانون الجنائي بجامعه القاهره. شكرا لحضرتك. ربنا يخليك يا دكتور. شكرا. ومشاهدينا الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة من قضايا تشريعية.